والآن إلى جولتنا في أبرز الموضوعات التي تناولها رواد مواقع التواصل. نشرت الملكة رانيا زوجة الملك عبد الله ملك الأردن فيديو عبر حسابها على إنستغرام يظهر لحظات من حياة ابنتها الأميرة إيمان منذ ميلادها، وذلك احتفالاً بقرب موعد عقد قرانها المقرر الأسبوع المقبل على جميل ألكسندر، وأرفقت الفيديو بأغنية للفنانة اللبنانية إليسا التي أهدتهما الأغنية بمناسبة زواجهما، وعلقت على المنشور: بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس، حوضتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار الله يوفقك وينور دربك إن شاء الله. في ظل غياب مطاعم الوجبات السريعة في قطاع غزة، قررت الضحية الفلسطينية أماني شعث تحقيق حلمها عن طريق تقديم ساندويتشات البرجر بمذاق فريد ومختلف على حد تعبيرها، وأطلقت على كشك الطعام اسم سلطع برجر، وهو اسم شخصية شهيرة بمسلسل الرسوم المتحركة سبونج بوب سكوير بانس، وتأمل شعث أن تثبت نفسها كرائدة أعمال في مجال يهيمن عليه الذكور.